جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لأعداء العقيدة دندنة حول هذا الموضوع، حول الإيمان بالغيب، وكثيرا ما يصطادون بعض الشبيبة التي لا تزال ثقافتها مبتدعة. هل من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع؟ الإيمان بالغيب هذا هو من أعظم واجبات الدين. طيب. الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، و الميزة بين المؤمنين وبين الكفار أن المؤمنين يؤمنون بالغيب، وأما الكفار فلا يؤمنون بالغيب. الذي لا يؤمن بالغيب وإنما يؤمن بالأشياء المادية المحسوسة فقط، هذا ليس إيمانا، إنما الإيمان الصحيح هو الإيمان بالغيب، حيث آمن بشيء لم يره، وإنما آمن به بموجب الأدلة التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التصديق بالكتاب والسنة، وهذه هي الميزة بين المؤمن وبين الكافر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.